بعضنا حتى الخط غير بدأت أول مرة نجي مدينة ترهونة. تعاون معايا قسم من الأقسام في النقازة، احنا موجودين عن طريق السيد سميرة المستمر بين إدارة الجودة وبين الفروع وبين الإدارات الأخرى وبين كافة الأقسام، وهو وضع مشروع أو برنامج اسمه نشر كتاب معين إن شاء الله لهذا العام. الآن إحنا في مرحلة الإنشاء، ومن ثم يتم نقوم بالتفعيل. التفعيل هذا من المستحيل أن نفعل. من المؤسسات الكبيرة في ليبيا يحتوي على أكثر من 21 فرع، وكل فرع تجربة أولى في تأسيس نظام في واحد من المكاتب أو في واحد من الفروع أو اثنين أو حسب الأعمال. الهدف صندوق الضمان الاجتماعي فرع النقازة بمنطقة ترهونة، وطبعا هدف زيارة إدارة الجودة الشاملة، عفوا هدف إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء هو نشر مفهوم أو تهيئة لتطبيق نظام الجودة الشاملة على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، أيضا توضيح أهم العمليات الخاصة بالصندوق وفقا لمتطلبات نظام الجودة الشاملة. وحتكون إن شاء الله بعون تعالى خلال الفترة الجاية حينتقل الصندوق من النقلة اللي هي العمل التقليدي السائد في هذه الفترة إلى عمل متقدم مبني على معايير الجودة ومبني على تقنية المعلومات ومبني على التكنولوجيا الحديثة بعون الله تعالى. هذا اليوم ورشة عمل أو اجتماع بين صندوق الضمان الاجتماعي فرع النقازة وإدارة العامة إدارة الجودة وقسم الجودة عن إدارة في صندوق الضمان الاجتماعي لمتابعة أعمال ما بصندوق وربط ما بين الصندوق من فرع النقازة وإدارة العامة في الجودة وتطوير الأداء. سليم. هذا الملتقى التقابلي والتشاوري بين إدارة الجودة وأقسام الجودة بفروع صندوق الضمان الاجتماعي على مستوى ليبيا، عاكفين على العمليات التي تشغل المضمون المشترك وصاحب المعاشات. الحديث يطول في هذا. قسم الجودة من الأقسام التي استحدثت مؤخرا من أجل الرقي بالخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي لفئتي المضمونين المشتركين وأصحاب المعاشات، ومن هذا المنطلق كانت هناك بعض الاختصاصات وزيدت لقسم الجودة متمثلة في إعداد التقارير الشهرية على الخدمات المقدمة، قياس رضا المضمون المشترك وصاحب المعاش فيما يتعلق بالمعاملة الضمانية، هل صاحب المعاش راضي بالخدمة المقدمة من المكاتب الخدمية من الوحدات الخدمية من الفروع، واستقصاها وإحالتها إلى دارة الصندوق لدراستها وتحسين الخدمة، وموفقين بإذن الله تعالى. السلام عليكم.